هو دخول أهالي إلى مدينة البوكمار. الله يعطيكم العافية. راجعين على البلد إن شاء الله. إن شاء الله بالله يسر. شلون حاسين الوضع؟ والله إن شاء الله خير بعد ما تحررت. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. شلون تشوفون تعامل الشباب الجيش الحر والحاجز هون؟ والله تعامل كثير ممتاز، فرق عن الحاجز القبلي بجيش النظام، كان ينزل الاغراض ويفتش ويكسر احيانا واحيانا يبوق. نعم. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. الله يسركم ان شاء الله، الله يسركم. الله يسركم ان شاء الله. هذا هو عودة الاهالي الى مدينة البوكمال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عودة الأهالي إلى مدينة البوكمال.